يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الرحمن مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووزع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. خير المنام يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة، ذاك خير المنام آل النجاح، جوزيتم عن جمعنا رأي الإله بجنات وتنعم.